مالك يا حبيبتي؟ انا عارفه انك خارجه، انا هلبس واجي معاكي بليز. ده اساس ان انا اوافق يعني؟ والله العظيم ما هعمل اي دوشه ولا اي صوت. ساره فكك مني بجد. على فكره يا مالك، انت من ساعه ما كسبتي العربيه دي وانت متغيره قوي. انا قلت لك وانت ما بتجمعيش. ما بتجمعيش نقط، لانك لما تشتري اي منتج من تيمز او تيمز نيوتريفيت هتلاقي رقم في العلبه، ابعتيه في رساله على 340 او على الويب سايت، هيجي لك نقط هتدخلي بيهم سحب كل اسبوعين، ممكن تكسبي عربيه، لابتوب، تابلت، بلاي ستيشن او كيتشن ماشين، والنقط هتفضل معاكي ومش هتروح عليكي، لانك هتقدري تبدليها من 1 ديسمبر بهدايا كتير من اختيارك، الكل كسبان، جمعته؟ هيجيب لك حاجه وانا جايه؟